أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. لقد اقتضت حكمة الخالق تبارك وتعالى أن يكون لكل علاقة قانونها الخاص الذي ينظمها، ومن أجل العلاقات وأقدسها العلاقة الزوجية والأسرية. أيضا الحق تبارك وتعالى جعل للارتباط في العلاقة الزوجية قوانين مقدسة حددت لكل طرف في هذه العلاقة ما له من حقوق وما عليه من واجبات. على الجانب الآخر أيضا حددت قوانين لفك هذا الارتباط، فلم يكن هذا الاعتناء الإلهي إلا لاستقامة الحياة على هذه الأرض. فإذا كانت الغابات لم يتركها الخالق سدى، فما بالنا بحياة الإنسان الذي فضله على سائر المخلوقات؟ فليعلم كل من يخالف قوانين ربه في هذا الكون أن الله له بالمرصاد. أعزائي المشاهدين، بعد الاهتمام المجتمعي البالغ بقضية الأستاذ مدحت ويلسون التي طرحناها من خلال برنامجنا بنكمل بعض الأسبوع الماضي، كان لزاما علينا بأن نخصص لهذه القضية متسعا من الوقت لعل الحق يعود لأصحابه بإذن الله. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوف اللي منورين النهاردة ومشرفيني في الاستوديو لتاني مرة، الأستاذ مدحت ويلسون صاحب هذه القضية. ألف شكر أستاذ محمد. والفنان عيسى منير، أهلا بحضرتك. ألف شكر أستاذ، منورين النهاردة في الاستوديو. شكرين. هبدأ النهاردة مع الأستاذ عيسى. أستاذ عيسى، ما هي الدوافع وراء مساعدتك للأستاذ مدحت ويلسون وتبنيك لهذه القضية، خاصة ما فيش علاقة قرابة أو صلة رحم بتوصل ما بين أستاذ مدحت وحضرتك؟ شوف أستاذ محمد، الأخ مدحت لما يعني قدر أنه يتواصل معايا مع أحد الأقارب وسمعت منه قضيته، طبعا اهتميت بيها بدرجة جديدة، يعني لكذا سبب. خلينا نمسك أول سبب، ان مدحت قضى فتره 6 سنوات ونص في السجن. نعم. وطبعا هو حوالي حوالي 6 شهور جاي من امريكا او 7 شهور. انا واحد من الناس لما ببقى في شغلي او ببقى في تصوير ما بشوفش ولادي يعني 12 ساعه او 8 ساعات. ببقى في قمه اللهفه على اولادي واني اشوفهم واني اقعد معاهم. ما مالك بقى بالأخ مدحت بقاله حوالي 7 سنين لم يرى أبنائه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، فترة الأخ مدحت وهو في السجن والده ووالدته اتوفوا، حزنا على الأخ مدحت. يعني مين فينا يقدر يتحمل أن أبوه وأمه يموتوا وهو في السجن حزنا عليه؟ أنا برضو مثال كمثال عليا، أنا والدتي ماتت في حضني وإلى الآن منذ 7 سنوات لم أنساها. يعني ما بالك بالأخ مدحت وكل اللي حصل له، والدته والده وأبنائه الذي لم يراهم منذ 7 سنوات. يعني منذ 7 سنوات. هتوقف معاك أستاذ عيسى وانتقل للأستاذ مدحت. الناس كلها بعد ما شافت الحلقة اللي فاتت بعتتنا رسائل كتير جدا على الفيسبوك، عايزة تعرف السبب الرئيسي في حبسك في السجون الأمريكية لمدة 7 سنوات. هل كان السبب الرئيسي هو حادثة المياه المغلية لما وصلت للشقة واكتشفت الخيانة، ولا كان إيه السبب الرئيسي؟ في البداية أنا بتقدم لسيادتك بالشكر، وأتقدم للأستاذ عيسى منير بالشكر، وأتقدم للرعاية الكاملة ليكوا النهاردة للمرة الثانية. وعاوز أقول لك على حاجة، النبع الإنساني اللي حصل في الحلقة دي ده شيء ما يحصلش غير من ناس بيقدروا الحالات الإنسانية، وشعورك دوا شيء جميل ناحيتي والتعاطف في قضيتي، وده عوامل إنسانية وطبيعة إنسانية مش موجودة عند البشر كلها يعني. وأنا بشكرك كتير يا أستاذ محمد على تقديمك السليمة دي. هرجع للقضية الأساسية. نعم.
انا ما اتحكمتش في قضيه المياه نهائيا، لان هي قضيه المياه كانت عباره عن كمين معمول لي انا. السيده مريم عادل حليم موسى راحت على قسم الشرطه هي وجوسة اللي هو اتجوزها حاليا وهقدم النهارده مفاجات في القضيه النهارده. راحت على قسم الشرطه قام لي ممسكها بشهر بتاريخ 15/10 تحرر ضدي محاضر خطفي واغتصاب، هي وهو المترجم بتاعها العشيق هو المترجم، كانت حفر الحفره طيب قبلها بشهر. طيب هل محضر الاغتصاب كان بعد محضر الضرب ولا قبل محضر الضرب؟ هو محضر الاغتصاب عاملاه في 15/10 محرم 15/10 بس ما حركتوش عشان الشرطه تقبض عليا، هي اللي طلبت من الشرطه ان ما يقبضش عليا عشان ما يحولنيش لكشف الطبي وتحليل الدني، لان هي في الوقت ده كانت بتعاني من امراض جنسيه والمرض مش مني. تمام. هي عملت محضر وهو الزم الشرطه، الشخص ده الزم الشرطه ان يعمل المحضر كحفظ مياه الوجه، لو اتقررت ان انا لحقتها تبقى مشيلان الاثنين القضيتين، او قد لحد قدر الله عرفت بالتقارير الطبيه بتاعتها. يعني هي عملت محضر الاغتصاب ده واحتفظت بيه لمده شهر، شهر محطوط وتقدم بعد قضيه الضرب، والدليل واضح وصريح ان محضر الاغتصاب جه بعد محضر الضرب بيومين، لدرجه انا اتجنيت وانا في السجن بقول ازاي اغتصبت وانا محبوس، قالوا لي لا ده هي قبلها بشهر عامله محضر الاغتصاب، وده موجود في الترانسكريب بتاع المحكمه وموجود على اسم على الايميل الشخصي ليا مدحت ويلسون 2020.com وجيميل دوت كوم، وده موجود التراش سكيب بكل الاقوال اللي قالتها في المحكمه ان هي كانت محضره محضر الاغتصاب قبليها بشهر. وده شهاده للشرطي كمان قال انها جت عملت المحضر عندي وطلبت مني احتفاظا بالمحضر عندها، وقالت له لو ضربني هجشكي، لو ما ضربنيش او ما ضربنيش يبقى خلاص يخلي المحضر طيب محفوظ عندها. استاذ مدحت، ان العبر تولد من رحم التجارب. مظبوط يا فندم. لو رجع الزمن بيك الى قبل هذا الزواج، كيف سيكون اتخاذك لهذا القرار حتى يستفيد المشاهد الكريم من هذه التجربه؟ لو رجع بي الزمن لورا وعرفت، انا هقول لك على حاجه بسيطه بس. انا كنت بقرا في العهد القديم عن قصه سيدنا يوسف. نعم. ازاي الست بتتبلى على سيدنا يوسف ان هو حاول يعتدى عليها. ده انا كنت بقراه وانهار في البكاء، وده سيدنا يوسف نبي من انبياء الله. نعم. ازاي اعتدى عليه؟ امال ده انا اللي اتهمتني زوجتي، يعني حلالا طبقا للقانون الكنسي والشريعه اليهوديه والشريعه المسيحيه والشريعه الاسلاميه، اني قانون في الدنيا تقول ان المراه تتهم جوزها انها خطفها واغتصبها؟ طيب انا اني شريعه في الدنيا. طيب انا هرجع تاني للاستاذ عيسى. اكيد في قضيه الاستاذ مدحت ويلسون قابلتكم صعوبات كتير جدا، يا ريت حضرتك تكلمنا عن هذه الصعوبات. الصعوبات تنقسم الى قسمين. نعم. مدحت كان عايز يوصل للراي العام بصوته. نعم. لعل وعسى ان صوته يتسمع من قبل وزاره الخارجيه، سفير مصر في امريكا، وزاره الهجره. فعشان مدحت صوته يوصل لازم كنا نعمل مبادره اعلاميه وان احنا نتبنى قضيه مدحت على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ابتديت اكلم مدحت واقول له لازم تعمل لي فيديوهات تحكي قصتك، نعرضها على الناس على الراي العام. ابتديت بموضوع الفيديوهات ده. وابتدينا بموضوع الفيديوهات فعلا يا استاذ محمد. نعم. وانا صفحتي على اليوتيوب يعني ما فيهاش اصدقاء كتير يعني. ولكن اكتشفنا بعد 3 ايام من عرض فيديوهات مدحت لقينا مشاهده بالالاف. من كل دول العالم. فرنسا وكانت اكترها يعني اكتسب تعاطف كبير جدا من كل انحاء. بالظبط. نعم. كان فرنسا واليونان وامريكا ومصر، وكان لقى يعني قبول كبير. على الفيسبوك كان نفس الموضوع يعني، بس طبعا على الفيسبوك كان شويه الدنيا ما انتشرتش. خلينا بقى نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتكم اثناء هذه المشكله او القضيه وانتم بتعرضوها للراي العام او على السوشيال ميديا. مدحت اتكلم عن قضيته بكل تلقائيه وبكل صراحه، وذكر اسماء الشخصيات واسماء خصومه. نعم. فطبعا دي كانت يعني حجه كبيره، او كانت حاجه ممكن يمسكوها خصومه عليه، انه يخاطبوا اداره فيسبوك واداره يوتيوب ان الفيديوهات دي تتشال، لان حقهم. مع ان مدحت كان بيتكلم بالمستندات، لكن دي كانت دي حاجه يعني، واتشالت الفيديوهات واتشالت على اليوتيوب وعلى فيسبوك. فعايز اقول حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. بنشوف اليومين دول فيديوهات بتطلع ترند.
يعني انا لا اقلل من شان اي احد يعني، انما طفل بائع الليمون الذي اصبح ترند، الراقصه التي رقصت داخل كوافير التجميل او مركز التجميل واصبحت ترند، اين مدحت ويلسون من الترند؟ اين الشعب المصري الاصيل واين شباب مصر اللي يقفوا جنب مدحت ويسندوه وتبقى قضيه راي عام؟ فاحنا كلنا مع مدحت ونتمنى ان قضيته توصل لكل الجهات اللي انا ذكرتها من شويه يعني. طيب خلينا دلوقتي نناقش الموضوع من الناحيه القانونيه، علشان كده بينضم لنا عبر الهاتف المستشار حمدي حلمي المحامي بالنقد ومجدي حلمي المستشار او المحامي بالنقد والدستوريه العليا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا كابتن محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. سياده المستشار، خليني ابدا مع حضرتك بسؤال بيدور في ذهن كل متابع ومدقق في هذه القضيه من الناحيه القانونيه. والسؤال هو المحكمه المختصة بمعاقبة المحور الثاني في هذه القضية وهي الزوجة، هل ستكون المحكمة الموجودة في دائرة الواقعة ولا تكون المحكمة الموجودة محل إقامة الطرف الثاني اللي هي أيضا الزوجة؟ الأول أنا بشكر حضرتك وأشكر ضيوفك الكرام وفناننا اللامع الأستاذ عيسى، وأشكر المعد والمخرج وكل من ساهموا في إخراج هذه الحلقة. صراحة بتعرض الموضوعات بهم كل الناس، فقبل ما اقول لحضرتك الاجابه على السؤال ممتن للقناه ولحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. شكرا. بالنسبه للمحكمه المختصه بنظر القضيه دي، المشرع المصري لم يترك اي حاجه سهوا، ولكن لو رجعنا لقانون المرافعات وهو القانون الذي ينظم عمليه التقاضي هنجد في المادة 13 منه الفقرة 9. نعم. اللي هي المحكمة المختصة، الفقرة 9 بتقول إيه؟ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة، وعلى النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. نعم. إذن المحكمة هنا هو المختصة بتكون محكمة المدعي، والمدعي غالبا من أبو قرقاص أو من المنيا. فبتكون المحكمة المختصة هي محكمة أبو قرقاص، والإعلان بيتلمه بتاع الدعوة للنيابة العامة، والنيابة العامة بتوصله بالطرق الدبلوماسية لمحل إقامة المدعي عليها اللي هي الزوجة. نعم. وبرضه في نفس الفقرة 9 من المادة 13 المشرع نفسه قال إيه؟ ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلاني. يعني إحنا لو بيننا وبين أمريكا اتفاقية إن الإعلان بتاع القضية اللي هيقيمها الزوج تسلم للسفارة الأمريكية في مصر بيكون الإعلان تم. يبقى نخلص من كل ده كله، إن ممكن المدعي الزوج يقيم الدعوة في موطن إقامته، وصحيفة الدعوة بتسلم للنيابة العامة، والنيابة العامة بتسلمها لسفارة أمريكا، وهنا بيكون الإعلان تم والخصومة منعقدة. طيب سيادة المستشار، بقى لو جينا نتكلم عن التنفيذ أو تطبيق العقوبة التي قد تصدر في مصر على الطرف الثاني وهي الزوجة، الحكم لو صدر في مصر ماذا ستكون جدية المحاكمة، أو بمعنى آخر هيتنفذ إزاي الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ شكرا جزيلا، وده سؤال إن دل على شيء بيدل على أني مش عارف حضرتك مذيع وقانوني معاك إعلام وحقوق ولا كنت محامي سابقا. المهم نتكلم في الاول عن القانون العقوبات من حيث المكان. نعم. لان قانون العقوبات بيطبق نصوصه على المصريين المقيمين داخل مصر، ولكن في سنه 2003 المشرع عدل بعض نصوص قانون العقوبات
بالقانون 95 لسنه 2003. وصراحه كان تشريع هايل من البرلمان المصري او من مجلس الشعب المصري. نعم. الماده الاولى من التعديل ده قالت ايه؟ تسري احكام هذا القانون، يعني قانون العقوبات المصري. نعم. على الاشخاص الاتي ذكرهم. اولا كل من ارتكب خارج القطر، خارج القطر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمه وقعت كلها او بعضها في جمهوريه مصر العربيه. تمام. عارف حضرتك هتقول لي ان الجريمه ما وقعتش كلها او بعضها في مصر. الماده الثانيه او ثانيا حلوه جدا في التعديل، كل من ارتكب خارج جمهوريه مصر العربيه جريمه من الجرائم الاتيه: واحد، جناية مخلة بأمن الدولة. اثنين، جناية تزوير. الواقعة دي بتمثل جناية تزوير. نعم. تزوير في أوراق رسمية. كل الشرائع السمائية وكل القوانين الوضعية بتقول مفيش تعدد أزواج. نعم. لا يسمح للزوجة بالزواج مرة أخرى. مرة موضوع... أخرى. نعم. اذا هي لو اتجوزت خارج مصر تكون ارتكبت ايه؟ اكيد اقرت او قدمت ما يفيد انها لم يسبق لها الزواج. نعم. اذا ده تزوير، والتزوير بمعناها القانوني ان انا مش بقول الحقيقه باللغه الدارجه. نعم. او بمحي الحقيقه او بضيف او بكشف او بدي معلومات او بقول اقوال. نعم. اذا هي القانون المصري يطبق على الزوجة، ولكن تنفيذ العقوبة اللي هو جوهر سؤال حضرتك. نعم. تنفيذ العقوبة هنا بقى عاد بيكون متروك للسلطات المختصة. لو كان في اتفاقية تسليم مجرمين ممكن نستلمها، او اتفاقية بالمثل. نعم. وده بيخضع بقى عاد لحاجة ادارية مش قانونية يعني. نعم. حاجة ادارية. لكن لو رجعت مصر بينفذ عليها العقوبة. أستاذ مجدي مساء الخير، تحياتي لحضرتك. الله يخليك. أستاذ عيسى مع حضرتك. الله يخليك، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا مستمتع بصراحة بتعليق حضرتك على قضية الأخ مدحت ويلسون، وكنت حابب أسأل حضرتك سؤال على جزئين. الجزء الأول، ما العقوبة التي ستحصل عليها الزوجة؟ ثانيا، أنا أعرف أستاذ مجدي حلمي منذ فترة وأعرف أنه ذو قامة وخير، ماذا ستقدم لمدحت ويلسون في هذه القضية؟ شكرا جزيلا فنانة العظيم، أنا أقدم له روحي وكل حاجة. خلاص، العقوبة اللي هتقع على الزوجة، المشرع في كل جريمة حط عقوبة، مثلا السجن من شهر لست اشهر، او من سنه الى ثلاث سنين، او من خمس سنين الى كذا. فالعقوبه مش محدده بالظبط، لكن هي العقوبه الحبس فتره اللي حددها المشرع من كذا الى كذا. يعني مش بيكون العقوبه منصوصه يعني هتاخد عقوبه كذا، لكن هي السجن. تزوير في اوراق رسميه السجن، وده بيترك امره لتقدير المحكمه. اما بالنسبه للشق الثاني من سؤال معاليك فنان العظيم، اتفضل. انا متبرع ان اقف مع الاخ مدحت حتى يحصل على حقه ولا يسقط حقه وراءه مطالب. شكرا يا استاذ مجدي. شكرا يا استاذ مجدي. انا مش قادر، شعوري مش قادر، ساعات اللسان ما بيعبرش عن اللي جوه القلب. الف شكرا يا استاذ مجدي، بس انا عاوز اطرح لك سؤال الوقت يا فندم. انا حصلت على بعض المستندات امبارح بالليل من الولايات المتحده الامريكيه انها تزوجت زواج كنسي. بص للكاميرا سمير. اتزوجت جواز كنسي، واسم الاب الكاهن على الجسيمه هو، واسم القاضي اللي حرر جواز الكنسي في المحكمه الامريكيه، واسمها هي، واسم الزوج، وتاريخ ميلادهم مظبوطه في اوراق رسميه، والوقت هتشوفها على شاشه التلفزيون يا فندم. جواز كنسي
وتجمع بين زوجين، ومعايا ما يثبت انها على ذمتي حتى الان. اخراج كده عائلي وجسيمة الجواز من الكنيسه، وانا مقدم دعوه ضدها حاليا في، ورجعت لتحريات المباحث عند حسن بيه مفتش المباحث، ومحمد بيه منير واحمد بيه سعيد للتحريات يا فندم. والجسيمة الجواز معايا من امريكا وصلت امبارح بالليل، وتم ترجمتها بمعرفة محمد. دي قسيمة جواز مدحت والثانية قسيمة جواز يعني يا فندم، ورجعنا الكاميرا حضرتك الوقت اهو، ودي قسيمة جواز اللي حصلنا عليها من امريكا من راجل اخر. يا ريتني عرفتها برضه على الكاميرا الوقت يا فندم، ان هي لقيتني عرض الصورة التانية. وتم الترجمة بمعرفة مكتب الاستاذ مصطفى خير. دي وثيقة الزواج الاخرى ترجمة رسمية باللغة العربية، وتم الترجمة ليها ممتاز. مستر خير ترجمه رسميه فندم معتمده. وده قدم الترجمه، نشكر اللي عليها ان قدم الترجمه مجانيا فعلا يا فندم. كتر الف خيرك يا استاذ مجدي. عايز اقول حاجه اتفضل يا استاذ مجدي. اتفضل مستر. انت سبقتني ان في الماده الاولى من قانون الاثبات بتقول ان المدعي هو اللي يثبت دعواه، وانت كده هو وفرت لنا صوت كبير ان احنا مش هنلجأ للمادة 20 ونطالبها بتقديم مستند تحت ايدها. ولكن سؤال مهم، هل لم تحصل الزوجة على حكم بطلاقها منك قبل ما تعمل الزواج الثاني؟ يا استاذ مجدي انا عاوز اقول لك حصلت على طلاق من المحكمة الامريكية، والمشرع في المحكمة الامريكية يا استاذ مجدي قال ان انا ما اتجوزتهاش في امريكا، انا متجوز السيده مريم عادل حليم موسى في مصر. وقعت تحت طائفتين من القانون، القانون الكنسي والقانون المدني اللي شرع عليا بالجواز من مريم عادل حليم موسى، لان الورقه راحت قسيمه الجواز على المحكمه المصريه. العرب في امريكا بيلجأوا لعمليه الانفصال ويبقوا عايشين مع بعض وينجوا بعيال، لانهم بيروحوا للمساعدات الانسانيه. المشرع لما حكم بالطلاق انفصال بس، وليس وقال لها ارجع للكنيسة اللي اتجوزك في مصر، وهي رفعت عليها قضية طلاق على بيت عشيكة في اسكندرية وتحديدا في محكمة العطارين وخسرتها. رقم القضية 16-16 لسنة 2016 يا فندم، وكانت بتاريخ 4/1/2016 الجلسه. طيب استاذ مجدي دلوقتي هيرد على سؤالك او استفسارك اللي حضرتك عرضته. طيب اتفضل يا استاذ مجدي. في سؤال ثاني قبل ما اتكلم يا استاذ مجدي دقيقه بس. المفروض يا فندم لما الست قبل ما تتجوز في الكنيسه بتجيب حاجات يا فندم، شهاده ممانعه وتجيب شهاده طلاق وهي بجنسيتها المصريه، خصوصا ان هي اتجوزت بالباسبور المصري، ما كانتش حاصله على جنسيه امريكيه. ما يوجد طليق حتى الان، والدليل ان اخراج القيد العائلي مظبوط على ذمتي حتى الان هي واولادي. كويس، ممتاز جدا، ممتاز جدا يا شكرا استاذ مجدي، وانا شاكرك على محبتك دي يا فندم. ممتاز جدا. بجواب من قناه الصحه والجمال وتعديد من الاستاذ الفنان القدير الاستاذ عيسى منير، اتفضل قابلني وانا هترك العنوان في الكنترول للقناه. تمام يا استاذ مجدي. تمام. سيادة المستشار، عنواني في الكنترول للقناة. نعم. ورقم تليفوني مع فناننا القدير ومع المذيع اللامع. نعم نعم. واتفضل هم يدوك التليفون بعد الحلقة، واتفضل هات لي كل الأوراق، وأنا مستعد أقابلك في بيتي تحت أمرك ومن عينيا الاثنين ومتبرع. شرف لي. تمام. شرف لي يا أستاذ مجدي. مش عايز منه حاجة خالص. تمام. شرف لي يا استاذ مجدي وكتر الف خيرك. سيادة المستشار، من خلال معرفتي المتواضعه بالقانون وانا لست قانونيا، لكن هناك ما يسمى بسقوط الحق في الالتجاء الى القضاء الاداري، كيف تطبق هذه الماده على قضيه الاستاذ مدحت ويلسون؟ طيب الظاهر ان الاتصال قطع. طيب اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع إن شاء الله نكمل كلامنا بعد الفاصل، انتظرونا. ورجع
رجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في حوارنا مع الاستاذ مدحت ويلسون والفنان عيسى منير. استاذ مدحت، هذه القضيه وقعت على الاراضي الامريكيه واتحبست انت في السجون الامريكيه، اكيد كان في معاناه داخل السجن. العذاب اللي انا شفته يا استاذ محمد يفوق عذاب سيدنا يوسف وايوب البار. زنزانه انفرادي متر في متر بيتقدم لي فيها الاكل من الشباك، يعني لو كلب جمعية الرفق بالحيوان كانت رفعت قضية على السجن. تلج، الشرطي طلعني الساعة 5 الصبح قال لي يعني عريان ملته زي أم ولدتني عشان استحمى. عذاب لا يمكن تصور يا أستاذ محمد. أقول لهم بردان وتعبان وبموت جوا السجن وأنا عندي روماتيزم في رجليا من الرطوبة. اديهم بطانية تاني يقول لي لا. اقول له عشان خاطر ربنا انتم ما عندكوش رب، يقول لي لا انت راجل مغتصب وحدثت. انت راجل مغتصب. اقول له الست دي مراتي، ابوس على رجلك عشان خاطر ربنا انا عندي عيال سيبوني عيش، يقول لك لا انت مغتصب وحدثت. قعدت في زنزانه انفرادي يا استاذ محمد، والله العظيم والله العظيم لو اسد لاف في الزنزانه دي كان مات من السجع. بس نشكر ربنا على نعمته، لان المر اللي اختاره ربنا لينا احسن من الشاهد اللي اختار نفسه. عذاب لا يمكن. اقعد اقول له يا فندم عشان خاطر ربنا الاكل الصبح، اقول له يا فندم انا عندي حساسيه ما اشربش لبن، يقول لي هات وانت جاي تتشرط علينا وكبه في الزباله. اقعد اتكلم يكتفني من ايديا ورجليا وحط تحت رجلي ودوس على رقبتي يا فندم عشان خاطر ربنا دي مراتي، يقول لي انت راجل مغتصب، انتوا جايين من الميدن ايست ما عندكوش جهل، انتوا ناس جاهلين ما عندكوش ثقافة العلاقات الجنسية، على الرغم ان الفراعنة اول ناس عملوا ثقافة العلاقات الجنسية. طيب كلمنا بقى عن موضوع الاشاعات اللي قدامك دي. الاشاعات دي يا فندم على اساس احد الاصدقاء كان بيسجل لي مكالمات تليفونية وهو عارف نفسه، مش عايزين اسماء برضه، ماشي مش هقول اسم. تمام. المكالمات التليفونية بصر فيها عن حقيقة ما وصلت ليه من القضية بتاعتي، علاقة بين المراتي والمحامي اللي هو كان بيدافع عنه، وانه خبى التقارير الطبية وتحليل الداني والهيربس وكل النتائج اللي احنا حكينا فيها قبل كده. على اثار التسجيلات دي كم بيسرقوا جواباتي يا استاذ محمد. يسرقوا الجوابات. ابعت لحقوق الانسان وهقدم لك ما يثبت ذلك، جواز حقه 6 دولار هبعته لجمعيه حقوق الانسان، اجيبه من صندوق الزباله وعليه اسم السجن. ها اقول لهم اروح لمدير في السجن اقول له يا فندم الجوابات بتاعته ما بتطلعش، يقول لي انت عاوز يدخل 3 محامين السجن واحده فيهم ابقى دكتور في مستشفى كبيره في كليفلاند. اقول له يا فندم العد النصف ده انا صعب عيال، انا ابويا مات وانا في السجن وامي مات ارحموني، يقول لي انا ما اقدرش ادخل صديق ليا هو اللي سرق الجواب ده ولقحه لك في صندوق الزباله. اقول له يا فندم الجواب ده كلفني 20 دولار وشحتها من واحد صعب ومش لاقي اكل، والله العظيم ما لاقي اكل، المحكمه مشرجاني ب 5000 دولار الشهر كوركس، وبنت الناس اللي متجوزه ومربيه عيالي بتاخد مني 5 دولار على العيال وبيدونا 15 دولار في الشهر، اجيب منين اكل؟ الحد ساعدني حط لي فلوس المحكمه تاخدها، مفيش غير عايش على اكل السجن، واولادي الحلال من العرب اللي بيساعدوني، واحد لبناني واحد اردني واحد فلسطيني وواحد عراقي، كل العرب كانوا بيساعدوني، وان قلت لك وبقولها بعلو صوتي ما فيش واحد في العالم كان مسيح، كلهم اخواتي مسلمين. والله العظيم يا استاذ محمد ان في واحد عراق اسمه رضا راح جاب لي اكل ب 100 دولار وقال خد اصرف على القضيه بتاعتك. كنت مش قادر انام من التعب. يسرقوا جواباتي، الجواب ده مكلفني 20 دولار اجيبه من صندوق الزباله اجيبه لي سجين عامل نظافه 20 دولار اقدم فيهم شكاوي. قطع العلاج عني يجيبوا لي الجوابات بتاعتي. طيب. ما تطلعش طيب. من السجن. احنا دلوقتي تناولنا القضيه من الناحيه القانونيه، هنتناول القضيه من الناحيه الدينيه والشرعيه، علشان كده بينضم لنا على الهاتف القمص بولا يعقوب كاهن دير مريمينا العجيبي. اهلا بيك ابونا. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اسمح لي قبل ما ابدا مع حضرتك استشهد ببعض الكلمات من الكتاب المقدس انجيل متى اللي بتقول: إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. رأي الدين المسيحي في قضية مدحت ويلسون ورأي الكنيسة إيه لما تروح زوجة ترفع على زوجها محاضر خطف واغتصاب وتخونه مع صديقه وتتجوز عليه جواز كنسي وهي على ذمته؟ اتفضل يا فندم. لما بنقول إن الزوج جسد واحد هو والمرأة، يعني ما فيش أي حاجة تبقى فيهم. نعم. المفروض إن الاختصاب ده اللي بيجيب عليه الأخت دي أن أنا أخطأت فيه، ده مش ملكي، لكن دي امرأتي، جسدي جسدها وجسدها جسدي. نعم. واحنا الاثنين اصبحنا واحد. نعم. فكون ان انا يبقى في حاجه علاقه دي بحقي، مش حاجه نقتصبها، لكن ده قانون عندكم، ده حاجه ثانيه. موضوع ان انا اعرف مراتي او يبقى اعرف بيتي، اعرف باذن يعني، ولا مش عارف. طيب بالمناسبه برضه عشان ننول الساده المشاهدين، القمص بولا يعقوب هو الشاهد على زواج الاستاذ مدحت وزوجته. تمام. نعم. طيب ابونا، من خلال ثقافتي الدينيه المتواضعه اعلم ان نبي الله عيسى عليه السلام مره هو والحواريون على جيفه، اي حيوان ميت، فقال احدهم ما اقبح منظرها، وقال الاخر ما انت نريحها، فرد نبي الله عيسى عليه السلام قائلا ما اجمل بياض اسنانها. يعلمنا نبي الله عيسى أنه مهما كانت السلبيات لابد من الاجتهاد في إبراز الإيجابيات. والسؤال هنا من وجهة نظر قداستك، ما الذي تراه في قضيتنا هذه شعاع نور وسط كل هذا الظلام؟ نقف فضلا نقف جنبه. المفروض أن احنا نقف جنبه ككاتب، ككنيسة ودولة وإعلام. نعم. علشان ندي حق لمدحت ده، وزي ما بيقول احد القديسين بدل ان تلعنوا الظلام اضيئوا شمعه. نعم. يعني نشوف الحاجات الايجابيه اللي فيه او النجاريه في الموضوع، ونحاول ان نبرزها علشان نوصل لحد مع مدحت. يعني حرام الالم والتعب. نعم. ده جسمه كله اتملى بالامراض بسبب السجن. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ابونا خلقنا كبشر، ألزمنا بحقوق تجاه بعضنا البعض، وإذا اعتبرنا أن ضيفنا له على أفراد مجتمعه حق الجوار، ترى من وجهة نظر حضرتك ما الذي يقدمه مجتمعنا الشرقي لمدحت ويلسون في هذه القضية؟ حقه لازم ياخده، والمفروض أن هو يبقى فيه دي رؤية للأولاد، وحقه الشرعي يدور على مين اللي أذاه ومين اللي تعبه ومين اللي ألمه. لكن كده هو يعني يتساءل لحد يتساءل عليه، ولا صديق ولا اخ ولا صاحب ولا كنيسه. السؤال واحد بس يا ابونا، حد قادر يقف معاه؟ مش عارفين نعمل ايه. شكرا يا ابونا على مداخلتك الجميله دي، واحنا ابناء ابونا يعقوب الله ينيح روحه. يا مدحت، يا مدحت، انا معرفش انك انت معايا اب لينا، وانا بشكرك يا ابونا بمحبتك دي. بس انا عاوز اطرح سؤال واحد بس يا فندم. ايوه يا مدحت، يا مدحت، ده حقك يا مدحت، مش عارفين نعمل ايه معاك. انا عاوز اطرح سؤال واحد بس يا ابونا. اتفضل يا مدحت. ايه راي الدين في الكاهن اللي يتجوز واحده متجوزه وهي على ذمه راجل لغايه الان وهو عارف الكلام ده؟ بص، لم يعني ما نمت لذهني او لينا اي حد من الاباء كان عمل العمليه دي، ما اعرفش. لا انا الظاهر انت مش معانا في اول حلقه ابونا. لا انا ما كنتش معاكم يا حبيبي. وجد لي مستند جالي امبارح من امريكا ان السيده مريم عادل حليم موسى تزوجت زواج كنسي، واسم الكاهن مطروح اللي سلم الدفتر للمحكمه ابونا مخيل المخيل، وخد عليه، واسمها هي مريم عادل حليم موسى، مواليد 15/8/1988، متزوجة من يسري حليم متى، مواليد 12/14/12/1964، وجواز كنسي. اعتمد الأب الكاهن الوثيقة الجواز من محكمة كليفلاند أهالو، ومعايا صورة رسمية.
اللي سلم بيها الاب الدفتر للمحكمه وخد عليها خط اعتماد انها متزوجه هذا الراجل في امريكا. ايه راي الكنيسه في الاب اللي جوز الست الذي تقع عليها عقوبه الزنا وانجبت منه وعمد ابن الزنا في الكنيسه؟ الدور الكنيسه هتقول ايه لسيدنا قداسه البابا؟ الكلام ده ويكتب فيه انا بتكلم بوثائق يا ابونا ومستندات. ايوه ابونا الاسقف صاحب المنطقه اللي انت فيها اللي يجوزها هو اللي هو اللي يحرر اي عقوبه واي حاجه جزاءات. طيب برضه حابب انوه، انا اسف لمقاطعتك يا ابونا، حابب انوه ان كل هذا الحديث على مسؤوليه الراوي وهو الاستاذ مدحت ويلسون. انا متحمل المسؤوليه القانونيه بمستنداتي. انا معايا طيب سليم. انا بشكرك شكرا جزيلا. القمص بولا يعقوب كاهن دير ماري مارينا ماري مينا العجايبي كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. قول كلمه اخيره يا استاذ. والله يا استاذ محمد انا بناشد سفير مصر في امريكا الاهتمام بقضيه مدحت ويلسون. نعم. وبناشد وزير الخارجيه او وزاره الخارجيه المصريه. نعم. وزاره الهجره الاهتمام بموضوع قضيه مدحت ويلسون، وبطالب الكنيسه الارثوذكسيه المصريه بفتح تحقيق عاجل في قضيه مدحت ويلسون وتفسير ما الذي حصل في زواج السيده والجمع بين زوجين بمباركة الكنيسة. نعم. طيب سريعا كده قول كلمة أخيرة يا أستاذ مدحت. أنا بوجه ندائي للسيد السفير الأمريكي. نعم. بقول للدولة ما بتظلمش حد الأشخاص. أنا اتضربت في أمريكا، واتسجنت في أمريكا، واتعذبت في أمريكا، وداسوا عليا بأخطاء محاميين متعمدين، هم اللي بعتوا ضربوني في السجن. وده لا يجوز قانونيا ولا إنسانيا. أنا بناشدك باسم كل أم وكل أب. أنا خسرت عيالي، خسرت أبويا وأمي، والوقت جاي أخسر جسدي هنا في مصر، محتاج عمليتين جراحيتين، وده التقرير الطبي من المستشفى الأمريكية من يانجستام، إن أنا اتضربت داخل السجن، وداس على رقبتي من محاميين هم اللي بعتوا الناس ضربتني. يا سيادة السفير أرجوك وكل العاملين في السفارة الأمريكية يبلغوا سيادة السفير طلب استغاثة، وبغلغ السيدة وزيرة الدولة للشؤون بقول لها حل قضيتي أرجوك عشان خاطر ربنا. طيب وببلغ سيادة السفير ووزارة الخارجية إن تساعدني، ونداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقول له أرجوك يا ريس أنا اتظلمت واتضربت واتبهدلت، ولو طلعت في ميدان تاني هحضر لكم فاجئه تفوق الحد، عن جد بيشتمني. احنا عارفين ان المواطن الامريكي من اصل افريقي جورج فلويد لما اتداس على رقبته او على عنقه بالاحذيه من قبل الشرطه الامريكيه الى ان توفاه الله، الشعب الامريكي كله وقف ورا جورج فلويد. جورج فلويد مات، لكن مدحت مات نفسيا ومات وجسده عايش معانا. احنا عايزين الشعب المصري كله يقف معانا في القضيه وتبقى قضيه راي عام. انا عايش كانه ميت يا استاذ. انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ مدحت، وبناشد كل المختصين ودينا اشاعات يا استاذ محمد عندي كسر في العنق لحل هذه المشكله ان شاء الله داخل السجن. نعم. طيب هناك ايضا اعزائي المشاهدين استجابه لمناشده جات لنا من اهالينا بقريه جزيره الظهريه مركز ايتاي البارود محافظه البحيره بخصوص طريق فرع نهر النيل اللي بيمتد طوله من اول الطريق الزراعي الى محافظه كفر الشيخ واللي بيربط بين اكتر من 20 قريه. طيب احنا معانا دلوقتي مداخله من احد اهالي القريه استاذ عماد القنجه. اهلا بك يا استاذ عماد. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، واهلا وسهلا بضيوفك الكرام. اهلا بيك. احكي لنا بقى موضوع الطريق اللي فيه مشكله عندكم ده. حضرتك يا استاذ محمد احنا عندنا احنا اهالي قريه جزيره الظهريه ايتاي البارود. يا ريت نعرض الفيديو يا جماعه على الشاشه. اتفضل. مركز ايتاي البارود محافظه البحيره. نعم. احنا حضرتك بنعاني من اكثر من يعني من قديم الازل من سوء الخدمات، معدوم الخدمات تماما، لا ميه ولا صرف صحي ولا وحتى الكهرباء تعبانه، يعني الكهرباء دخلت بكل ذاتيه. نعم.
تمام. والطريق حتى علينا عندنا الطريق المؤدي، الطريق الرئيسي المؤدي لبلدنا، معلش اي اناره. مع العلم، مع العلم ان تجار، ان في تجار مخدرات بيستغلوا الطريق ده يعني حاجات منافيه جدا للقانون. نعم. واحنا اطفالنا، يعني احنا اطفالنا بيروحوا المدارس ما عندناش حتى مدرسه ولا وحده صحيه. نشدتوا حد من المسؤولين قبل كده يا استاذ عماد؟ في ناس اشتكت كتير يا استاذ محمد، بس ما فيش اي استجابه. واعضاء مجلس الشعب كل ما نروح لحد يقول لك اعضاء مجلس الشعب، واعضاء مجلس الشعب الله اعلم بياخدوا الخطه لنفسهم بيعملوا ايه، الله اعلم. نعم. تمام. احنا يعني اطفالنا بيروحوا المدارس في قريه جنبنا، في قريه ثانيه جنبنا، بيعرض بناتنا واطفالنا للخطر. وحضرتك عارف استاذ محمد يعني بنات ما ينفعش تمشي على طريق بالمنظر. نعم. اللي موضع عند حضرتك بالفيديو. نعم. على الطريق ده. نعم. بنات في سن الثانويه العامه او في سن الاعداديه او في سن الجامعه. نعم. ومع العلم ان القريه دي بيطلع منها بنات كتير واطفال كتير وطلبه كتير في الجامعات. نعم. طيب انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ عماد لتدخل السريع في حل هذه المشكله. انا بشكرك شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، إذا كان من حق المواطن على الدولة توفير خدمة صحية وتعليمية تتناسب معه كمواطن داخل الدولة، فهل من المعقول أن يجد معوقات في انتقاله لتلقي هذه الخدمات؟ أناشد السيد الوزير محافظ البحيرة سرعة التوجيه باتخاذ اللازم لحل هذه المشكلة. أعزائي المشاهدين، في الختام حابب أشكر ضيوفي اللي نورونا النهاردة وشرفوني في الاستوديو، الأستاذ مدحت ويلسون والأستاذ شكرا أستاذ محمد عيسى منير. شكرا لهذه الحلقة، وأقول له أن بيت الخير هيفضل في مصر على طول، ومصر دي معطاء بالخير. وأن ذكر فك النص بيقول علي أن الكلمة الطيبة هي اللي واصلة لربنا وواصلة للسماء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تعطي ثمرها في كل حين. نعم. أيضا حابب أشكر الأستاذ عبد المولى أبو شادي اللي بأكد دايما أنه سبب كبير جدا من أسباب نجاح هذا البرنامج. وأشكر طبعا أخويا الكبير وحبيبي اللي ربنا عوضني بيه بعد ربنا بعد وفاة والدي الله يرحمه المهندس محسن أنصاري، وزميلي الجزائري عبد القادر مصرهد، والفنانة المغربية أمير قصري. أيضا حابب أبارك الأستاذ حمد رفعت مصطفى رسلان بمناسبة خطوبته، بقول له ألف مليون مبروك وربنا يتمم لك على ألف خير إن شاء الله. وحابب برضو أشكر مينا إبراهيم عبد الله بمناسبة افتتاح الفرع الجديد من المحل الخاص بي في أي بي. وختاما بشكر الاستاذ عيسى منير، نورتني استاذ محمد، الله يخليك. اعزائي المشاهدين، كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم بنكمل بعض، استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. السلام عليكم. Thank you.